أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوة سوريا الديمقراطية على كسرة محمد علي جنوب الرقة إثر انسحاب تنظيم داعش منها، كما حققت قوة سوريا الديمقراطية تقدما على حساب تنظيم داعش بالأطراف الغربية من قرية رطلة جنوب الرقة بالتزامن مع قصف جوي على القرية. أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان إنه تلقى اتصالات عديدة من عوائل في مدينة الموصل القديمة وعمال إغاثة تفيد بوجود العشرات من الجثث تحت الأنقاض في مناطق محررة وأخرى غير محررة داخل المدينة. وقال المرصد في تقرير له أن آلاف المدنيين ما زالوا عالقين حتى الآن في أحياء يحتلها داعش داخل الموصل القديمة. أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى 1500 حالة وفاة واتساع الرقعة الجغرافية للوباء إلى 21 محافظة يمنية. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الرقعة الجغرافية للمرض توسعت إلى 285 مديرية مع تلقي بلاغات للمرة الأولى عن وجود حالتين يشتبه بإصابتهما بالكوليرا في محافظة حضرموت. أعلن مسؤول في ولاية بورنو النيجيرية القبض على مقاتلين لجماعة بوكو حرام الإرهابية بين لاجئين كانوا عبروا من الكاميرون. واعتبرت الأمم المتحدة أن تصاعد هجمات بوكو حرام وتدفق النيجيريين العائدين من الكاميرون يزيدان من الضغط على مخيمات النازحين المكتظة أصلاً في شمال شرق نيجيريا. عبر خمسة كوريين شماليين في قارب صغير الحدود البحرية نحو كوريا الجنوبية بحسب ما قال مسؤول في جهاز حرس الحدود الكوري الجنوبي في مسعى واضح للانشقاق. ومنذ انقسام شبه الجزيرة فر عشرات الجنود الكوريين الشماليين إلى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح التي يبلغ عرضها كيلومترين. يتصارع منتخبا ألمانيا وتشيلي على لقب النسخة العاشرة من كأس العالم للقارات المقامة حاليا في روسيا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ كل منهما. وتصطدم الماكينات الألمانية بمنتخب تشيلي الطموح الساعي للظفر بلقبه الثالث على التوالي بعد تتويجه بلقبي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016. في المقابل يأمل منتخب المانشافت الذي يشارك في النسخة الحالية بعناصر شابة يأمل بالتتويج باللقب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.